وفاة الفنان صلاح السعدني تهز مواقع التواصل الاجتماعي وتبكي الوسط الفني. الحقيقة كاملة. كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني، ونفى أكرم اليوم صحة ما تردد من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة عمه، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر، أكبر وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة، مرفقا صورة للنجم الكبير صلاح السعدني، وأعرب عن استياءه الشديد إزاء مروجي هذه الشائعات. وخلال الساعات القليلة الماضية أعلنت حسابات فنية على مواقع التواصل عن وفاة الفنان صلاح السعدني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، في حين كان الأمر مجرد شائعات. يذكر أن آخر ظهور للفنان صلاح السعدني كان العام الماضي في عيد ميلاده 77. الفنان الكبير صلاح السعدني الغائب الحاضر على مدار حياته أن يسكن قلوب وذاكرة الجمهور بأعماله الفنية المتميزة والناجحة. تصدر الفنان صلاح السعدني محرك البحث جوجل بعد انتشار أخبار تفيد بتدهور حالته الصحية، وأخبار أخرى تدعي كذبا أنه توفي. ما تبين أن كل ذلك شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، بحسب تصريح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. ورغم اختفاء العمدة عن الأضواء منذ عدة سنوات، إلا أن الشائعات ما زالت تطارده بسبب اهتمام الجمهور بأخباره وبحثهم باستمرار حتى عن لقاءات قديمة ظهر فيها النجم. قال الفنان صلاح السعدني إنه أثناء دراسته في المرحلة الثانوية بالمدرسة كان مسؤولا عن الإذاعة المدرسية، ولكن سمت حلم في خياله أن يكون ممثلا، إذ شعر وقتها إنه لديه الموهبة ويريد أن يخرجها للجمهور. لذلك عندما سمع عن الفريق التمثيلي حاول الانضمام إليهم، وطلب منهم وقتها تجسيد الناصر صلاح الدين الأيوبي، مما نتج عنه رد فعل عنيف منهم. وأنا في ثانوي كان جسمي ضعيف جدا، وكان الفريق التمثيلي بيعمل رواية عن الناصر صلاح الدين، رحت لهم وقلت لهم نفسي أعمل دور القائد، ضربوني بالأحذية وخرجوني. أشار العمدة الفنان الكبير صلاح السعدني إلى أن السبب الرئيسي في دخوله هذا المجال هو الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدا: لما دخلت الكلية كنت لسه ما مثلتش، فقرأت إعلان إن كلية زراعة طالبة ناس تنضم للفريق التمثيلي، وماسك الفرقة واحد اسمه عادل إمام، فروحت لقيتهم بيعملوا رواية اسمها ثورة الموتى، وحصل منافسة بيني وبين طالب قديم في الكلية، لكن عادل قال لي وقتها: يا صلاح انت اللي هتعمل الدور. متابعا حديثه انها كانت المرة الاولى في حياته ان ينادي الزعيم بالاستاذ، اذ قال له: شكرا يا استاذ عادل، مضيفا انه شعر بالندم انه ناداه بهذا اللقب بعدما تولدت علاقة طيبة بينهما، نظرا للصداقة الوطيدة التي نشأت بين الزعيم عادل امام والفنان الكبير صلاح السعدني. الفنان صلاح السعدني يظهر مع ابنته وأحفاده، شاهد كيف تغير شكله بالصور. بعد فترة غياب عن الأضواء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان صلاح السعدني مع عائلته. الصورة ظهر بها الفنان صلاح السعدني وابنه الفنان أحمد السعدني وكذلك أحفاده وابنته، بينما ظهرت علامات الكبر على ملامح الفنان بشكل كبير، ودعا محبيه له بالصحة والعافية. صلاح السعدني من مواليد عام 1943، تخرج من كلية الزراعة وقدم عدد من الأعمال السينمائية، ولكنه لم يحقق فيها النجاح المطلوب مثل صديقه الفنان الكبير عادل إمام، ولكن استطاع السعدني أن يضع له بصمة في التلفزيون، ومن أهم أدواره مسلسل ليالي الحلمية. صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني من مواليد كفر القريانين بمحافظة المنوفية، وتعود أصول عائلته إلى منطقة الأرياف. درس في كلية الزراعة وحصل منها على شهادة البكالوريوس، وكان يعمل على مسرح الكلية، وقد تخرج مع الفنان عادل إمام صديقه في الدراسة. الفنان صلاح السعدني هو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني، قدم العديد من الأعمال الفنية التي كان من أشهرها فيلم الأرض مع النجمة نجوى إبراهيم والفنان الراحل محمود المليجي، كما إنه شارك في العديد من المسلسلات
منها مسلسل القاصرات مع النجمة داليا البحيري والنجم ياسر جلال، تزوج من خارج الوسط الفني ورزق بابنه الفنان أحمد السعدني وابنه. بدأ الفنان المصري القدير صلاح السعدني حياته الفنية عندما قدم دور في مسرحية لوكندة الفردوس والتي تم عرضها في عام 1964، ثم تولت أعماله الفنية فقدم دور علواني في فيلم الأرض أمام الفنان القدير الراحل محمود المليجي والفنان عزة العليلي وغيرهم. قدم في الدراما عدة أدوار متميزة مثل دوره في مسلسل أرابيسك الذي حقق نجاحا كبيرا، كما قدم دور رائع في مسلسل القاصرات الذي تم عرضه عام 2013. أشارت زوجة الفنان صلاح السعدني إلى أن ابنها الفنان أحمد السعدني شارك والده عمل واحد وهو صغير، ولكنه بعد ذلك كان يتحرج من مشاركة والده أي عمل فني حتى لا يقال إنه تمت مجاملته من أجل والده، والآن يندم إنه لم يشارك والده أي عمل فني بعد أن أصبح شابا واحترف الفن، مؤكدا أن الفنان الكبير صلاح السعدني لا يفكر في العودة للتمثيل والفن من جديد، ويكتفي بالحياة الهادئة التي اختارها لنفسه بعيدا عن الأضواء. وقالت السيدة منى زوجة الفنان الكبير صلاح السعدني: الحمد لله هو زي الفل، لكنه اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فني يفخر به ويفضل الحياة في هدوء بعيدا عن الأضواء، وهو الآن يقضي أغلب أوقاته مع أحفاده ويتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة وهو يتابع أعماله التي تتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه في وسائل الإعلام. وابتعد الفنان الكبير صلاح السعدني عن الظهور لعدة أسباب، منها الحالة الصحية وحالة الحزن التي أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه، وبسبب عدم وجود خامات فنية تليق بتاريخه الذي تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة ومحمد صفاء عامر والمخرج إسماعيل عبد الحافظ. جسد السعدني شخصيات في ذاكرة الملايين وأصبحت علامات في تاريخ الدراما، منها شخصية عاطف في أبناء الأعزاء شكرا، والعمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية، ونصر وهداني في حلم الجنوبي، والدكتور عزيز محفوظ في مسلسل الأصدقاء، والحاج عبد القادر عوف في كفر عسكر، والمعلم إبراهيم العقاد في البطنية. وكان آخر الأعمال التي قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر في مسلسل القاصرات عام 2013، وبعدها ابتعد عن الأضواء، ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.